أولا إحنا طبعا كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس لجهوده العظيمة في بناء الدولة المصرية الحديثة بكل جوانبها، ومن خلال عملية البناء الشامل للدولة المصرية واهتمام سيادة الرئيس بكل جوانب البناء جاء توجيه سيادته للاهتمام بمدينة سانت كاترين. حقيقة مدينة سانت كاترين هي تستحق كل هذا الاهتمام. يقينا سيادة الرئيس يقصد ما لها من مكانة دينية وما لها من مكانة تاريخية وما لها من مكانة يعني عالمية. كان ما تم اتفاق مع السيد المحافظ في إطار تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس إنشاء مسجد التجلي في مدينة التجلي الأعظم سانت كاترين. إنشاء مسجد التجلي في مدينة التجلي الأعظم سانت كاترين. الحقيقة كنا اتفقنا مع السيد المحافظ إن احنا قصدنا سويا وزارة الأوقاف مع المحافظة مبلغ 30 مليون جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء. الحقيقة بدأ الحمد لله بالفعل على أرض الواقع، تم عمل الجسات بالفعل، تم عمل الجسات، وإن شاء الله بإذن الله خلال أسابيع سيتم توقيع العقود النهائية مع الشركة المنفذة بإذن الله تعالى، ويكون مسجد يليق بتاريخ وعراقة هذه المدينة، مسجد وأطلقنا عليه مسجد التجلي، ولأن المدينة مدينة التجلي والمنطقة منطقة التجلي. إضافة ليس هذا فحسب، ليس فقط اهتمام بمدينة سانت كاترين وحدها ولا بمدينة شرم الشيخ وما فيها مسجد الصحابة الذي أصبح يعني مشهدا عالميا ورمزا للعمارة الإسلامية في العصر الحديث. إن شاء الله بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى بنعد الافتتاح 7 مساجد ما بين مدينة الطور ومدينة نويبع ومدينة أبوديس بإذن الله تعالى. اللمسات الأخيرة بعض المساجد انتهى بالفعل، بعضها على وشك الانتهاء بإذن الله تعالى. سيكون هناك في إطار مجموعة من الافتتاحات بالمحافظة يتكلم عنها السيد المحافظ في ضمنها افتتاح 7 مساجد. الحقيقة أنا دايما بشكر سيادة المحافظ لأن الحقيقة دايما في تعاون كبير جدا جدا جدا، يعني أنا أظن على مدار المدة في كل أمورنا تسير بمنتهى السلاسة وبالتعاون وبالمشاركة. حتى مسألة فرش المساجد أيضا بتتم بالتعاون بين المحافظة وبين الوزارة. أيضا السيد المحافظ داعم لكل أعمال مديرية الأوقاف سواء في قضية الإنشاءات اللي بتسهم فيها المحافظة من خلال صندوق العمارة أيضا بإسهامات كبيرة جدا. في دعم كمان لمشروع صكوك الأضاحي، والسيد المحافظ مؤمن بالفكرة ومتبنيها، وإحنا بالمناسبة بنقول بالذات المحافظات النائية على قد ما هتجمع من صكوك هنديهم ضعف الكمية على قد ما هم، عشان الناس تبقى فاهمة حاجة ان سواء وزارة الاوقاف هي عملية مشرفة ومنظمة، فالناس تبقى فاهمة اللي انتوا هتلموه في اي محافظة حدودية او نائية بالذات انتوا لو جمعتوا 200 صك هنديكوا 400، لو جمعتوا 500 هنديكوا 1000، فالناس تبقى فاهمة انها بتؤخذ من اغنياء القوم فتعد في المحتاجين، والوزارة داعمة للمشروع. يعني احنا اتفقت مع السيد المحافظ ما تجمعه المحافظة من صكوك تحت اشراف المحافظة والسيد المحافظ داعم ليه، احنا هندي ضعف هذه ضعف هذه الكمية لمحافظة جنوب سيناء. وان شاء الله يعني احنا ايضا كمان السيد المحافظ متابع بنفسه، متابع مسألة انتظام المساجد. الاجهزة المحافظة عاونت الاوقاف وبتتابع معاها مدى الوعي والالتزام بالضوابط اللي حطناها، التباعد والمصلى الشخصي. والحقيقة الحمد لله الامور في محافظة جنوب سيناء لم تأتي مخالفة واحدة طوال الفترة الماضية في اي مسجد، لم تأتي مخالفة واحدة. فاحنا بنشكر الاستاذ محافظ وبنشكر اهالينا في جنوب سيناء. يعني في الحقيقة بس خلينا اشكر معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، الحقيقة هو شريك اصيل فيما يحدث في سانت كاترين وما يحدث فيها من مؤتمرات واحتفالات عالمية في مدينة سانت كاترين. ده العام الخامس او العام السادس ان انا بتعاون معاه في اقامة يعني في القاء الضوء على مدينة سانت كاترين، الامر اللي ادى الى ان العالم بدأ يتكلم على سانت كاترين. واحنا في الحقيقة في اخر لقاء كان في اكتوبر الماضي واتعمل هناك احتفالية دينية ولا اروع يعني. وفي الحقيقة احنا اخذنا عهد محافظة ووزارة الأوقاف على إقامة مسجد التجلي، حاجة تليق بجلال المنطقة، حاجة تليق بالحضارة الإسلامية القديمة في منطقة سانت كاترين.
واحنا بدأنا خدنا خطوات على الأرض، واحنا النهارده موجودين مع معالي الوزير عشان بنقول له ان في شركة خلاص هتاخد بالأمر المباشر، طبعا قوات مسلحة هتقوم بهذا العمل يعني، وان احنا مناصفة خلاص المبلغ متفقين عليه، حتى الشركة تعهدت قالت يعني لو في زيادة انا هشيل الزيادة دعما ليها ودعما للمدينة. الجميل جدا بقى في القصة دي ان سيادة الرئيس حاسس بما يدور، حاسس بما يدور بين ما يدور في سانت كاترين، والكلمة اللي قالها بالامس القريب ان سانت كاترين مدينة تاريخية ويجب ان لا تهمل، ويجب ان نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان اوجه للسيد رئيس الوزراء، اوجه للسيد وزير الاسكان، وايضا رئيس الهيئة الهندسية اللي هو ابو الفار، في الحقيقة ده اشارة خضراء، ده بدء العمل الجديد في مدينة سانت كاترين. مدينة سانت كاترين محتاجة مطار جديد، مطار اللي هناك بيشيل طيارات صغيرة، بيقابل طيارات صغيرة، ما فيهوش إضاءة ليلية. أنا حاطط كل المشاكل والمصاعب وعرضتها عشان برضو ما احنا ما بنبدأش من فراغ، لا، احنا قلنا محتاجين فندق بيئي يليق بجلال المنطقة، فيش فندق بيئي، من فندق هناك نجمتين أو ثلاث نجوم، ما ينفعش تجيب شخصيات عالمية، لازم يبقى في فندق بيئي على مستوى عالي جدا، وكنا قلنا القوات المسلحة تنفذه، وكنا بنطرحه للمستثمرين، قلنا ان احنا عايزين نغطي كل محاور سانت كاترين بخطه بكاميرات رؤيه ومراقبه، ده هتتكلف مبلغ هتعدي ال 200 مليون، قلنا عايزين نعمل مسجد يليق بجلال المنطقه، اتفقت خلاص مع معالي وزير الاوقاف على هذا المسجد، المنطقه بطلوب اعاده تخطيطها علشان هتبقى مدينه عالميه، سياده الرئيس قال دي هتبقى متخطط لتبقى مدينه عالميه، وطبعا محتاجه بقى تدخل الدوله، مين الدوله؟ السيد وزير الاسكان، السيد رئيس الهيئه الهندسيه تحت اشراف السيد رئيس الوزراء، خلاص احنا كده هنخش العالميه طالما سياده الرئيس امر وادانا الضوء الاخضر، واحنا جاهزين ومعانا الرؤيه التنمويه لمدينه كاترين، واذا ما طلبت منا هنعرضها على السيد رئيس الوزراء. اعتقد ان هتبقى في زيارات الفتره القادمه من وزاره الاسكان وهنا عشان يشوفوا ينفذوا قرارات سياده الرئيس. اللي انا عايز اكد عليه وفي نهايه كلامي يعني ان التعاون التام المستمر مع وزاره الاوقاف الحقيقه ده تعاون يحتذى به، انا بقول الناس كلها احنا باستمرار في تعاون في مرور، كثيرا ما معالي وزير الدكتور يحضر الينا ويفتتح معانا مساجد ويتواجد معانا في احتفاليات دينيه كبيره، كثيرا ما انا اجي هنا عشان التقي معاه وعشان نتعاون وعشان ننسق معانا، يعني اول ما سياده الرئيس قال كاترين النهارده شفت الثاني بعدها بيومين كنت موجود في مكتبه بنقول له عايزين نعمل اللي احنا كنا اتفقنا عليه ونعمل الجامع ونشتغل ونتحرك علشان طبعا نزر المدينه بالمظهر الحضاري اللائق. تعاون تام في عمليه فرش المساجد، تعاون كام في موضوع الجوامع، انا بشارك ومعالي الوزير يقول لي طب الحاجه الفلانيه طب احنا هندفع كذا وجزء الباقي ال 1000 متر سجاد هتشيله المحافظه، انا بوافق، في تعاون تام وفكر رهيب ومفيش اعتراضات، وفي الحقيقه بنشتغل بمحبه وتعاون. انا يعني بقول يا ريت يعني كل المؤسسات تعمل او تتعاون زي ما احنا التعاون النموذج اللي موجود بيننا وبين وزاره الاوقاف في الحقيقه يعني احنا عندنا سبع مساكن فعلا زي ما قال الوزير ما قال في نويبع وفي القديس وفي الطور بس فيها ثلاثه، وفي تحت الانشاء كمان في مسجد كبير كان احد الرجال يعني المحترمين كان قال انا هعمله وبعدين تعثر فشيلته انا ومعالي الوزير. على طول كده معالي الوزير انت النص النص تمام اتفضل اشتغل. يعني على طول احنا يعني احنا بنقدر نتدخل، الراجل كان هيشيل ما قدرش. او شال شويه وما قدرش، معالي الوزير قال ايه رايك؟ قلت له انت النص وانا النص، يعني التعاون تام جدا. وبعدين دي احنا عندنا حاجه اسمها صندوق اعمار المساجد، يمكن احنا عشان عندنا بيجي لنا دخل من السياحه وكده كان بيجي فعندنا فلوس بنطلع منها 10% لاعمار المساجد، بناخد بنستاذن من معالي الوزير بناخد من اعمار المساجد للسجاد للتطوير، في جوامع في شرم في الطور كانت من غير مآذن، عملنا كل في جامع مأذنتين واقفين يعني مشطوفين كده وما اتعملوش خلصناهم هيفتحوا معالي الوزير الشهر الجاي. الطور بقى بتشهد طفره خطيره بقى، عشان كده انا قلت معالي الوزير حضرتك هتشرفنا الشهر الجاي
تفتتح المساجد دي ونصلي الجمعة، التلفزيون المصري ينقلها عشان الشعب المصري كله يتفرج، وهنبدأ احتفالات افتتاحات مدينة الطور الجديدة، ممشى أهل مصر، كورنيش، شارع 306، شاطئ. أهلنا في الطور ما عندهمش شاطئ، ما عندهمش شاطئ، تخيل ما بينزلوا المايه كده. لا، احنا نظمنا القصه وبنطور فيها شوارع جديده وسعت وسعت، وبتعمل فيها لاندسكيب، بتعمل فيها نخل، بتعمل فيها على غرار شرم الشيخ، على غرار شرم الشيخ، بس على بسيط بسيط يعني، مش بنفس الفخامه اللي في شرم الشيخ. حاجه المواطن يحس ان هو يحب بلده ويحب بلده ويحب مدينته، بنحسسه بوطنيته، بنحسسه، بنوعيه ونقول له ادي الدوله اهي، ما هو انا الدوله، بعمل له شوارع وبعمل له كورنيش وبعمل له شاطئ جديد يقدر يعيش فيه حياته، بشاليهات يقدر يقضي فيها يوم. الكلام ده كله ما كانش في حد بياخد باله من النقط دي. احنا بقى ملاعب، انا عامل 21 ملعب خماسي بالجهود الذاتيه بفلوس المحافظه، 21 ملعب بجهود ذاتيه، ما كلفناش وزاره الشباب حاجه خالص. هفتتح منهم 7 الشهر الجاي، و7 مساجد الشهر الجاي، دي كلها جهود ذاتية. كل دول بالتعاون وبالحب. احنا بنتعاون مع وزارة الأوقاف وبنتعاون مع بقية الوزراء. أنا طالع من عندك على وزارة التربية والتعليم دلوقتي، خارج أهو من وزارة الأوقاف على وزارة التربية والتعليم. ليه؟ بنعمل شغل للمحافظة، عايز أعلم البنات. أنا عندي في الوديان في التجمعات البدوية البنات ما بيتعلموش، بيوصلوا لغاية سنة ستة وأهليهم ما بيرضوش ينزلوهم المدن. ليه؟ عشان ما فيش مدارس إعدادي في الوديان. أنا رايح له عشان هعمل 25 مدرسة، البنت تخلص سنة ستة في نفس مدرستها، فصول جاهزة تتحط تتعلم وتاخد الإعدادية، ثم هنعمل ثانوي، ثم يروحوا جامعة الملك سلمان بقى والجامعة الحكومية اللي أنا اتفقت فيها مع وزير التعليم العالي أول امبارح. احنا بننزل بنشتغل، بننزل ما بنتفسحش. أول امبارح كنت عند وزير التعليم العالي واتفقت جامعة حكومية لأهالي سيناء، جنوب سيناء، علاوة على جامعة الملك سلمان، لجامعة الملك سلمان تبقى جامعة دولية. فهنعمل حاجة لولادنا، جامعة حكومية لولادنا. كل ده كله عشان خدمة أهالي المحافظة وخدمة أهالي جنوب سيناء. بالأمس القريب كان موجود وزير السياحة ووزير الطيران عشان نتحرك، حركنا في 4 مدن، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابة. الجهد مبذول والعمل مبذول ما بيتوقفش في ظل الكورونا وفي ظل الكلام ده كله. احنا جوامع، رحت صليت في الجامع معالي الوزير وبأمر معالي الوزير عشان نأكد للناس، نقول للناس الجوامع هي نظيفة ومحترمة، وتأكدنا من الإجراءات الاحترازية ومشينا. كل ده في تناغم وتعاون تام مع معالي وزير الأوقاف. في الحقيقة حاجة طبعا رائعة وتكافل اجتماعي رائع. السنة اللي فاتت هناخد 10 طن. السنة اللي فاتت وزعنا وكان معانا في افتتاح أحد المساجد ووزع بنفسه معايا معالي الوزير الدكتور سيد الشريف والدكتور اسامه العبد، وزعنا بنفسنا على الناس. السنه دي نفس الكلام، اتفقنا في حد معين كده مش هنقل عنه، لازم الصكوك اللي موجوده دي هنصرفها قانوني، دي صك مختوب شؤون اجتماعيه، هندي اللي هيدفع هندي له صك، هناخد الكلام ده كله هنقول معالي الوزير احنا جبنا كذا، هو مدينا حد معين، ان شاء الله انا بطمنه هنجيب اكتر منه، هنجيب اكتر، هو وعد اللي هتجيبوه هديكوا ضعفه. فيعني نشكر معاليهم الكسات، الله يخليك، شكرا وحيد.